اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الفقره الاولى في حلقه اليوم كان 2019، دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن مباراتي اليوم وان شاء الله نشوف حاجه مهمه جدا، ارقام اليوم الحقيقه قد ايه تاثير اللاعب الرائع، اللاعب الجيد، قد ايه تاثير المدير الفني مع لاعبته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. تحياتي ليك يا فندم اسلام، ودايما متالق ومنور. ربنا يخليك. دكتور احمد، النهارده مباراتين، خلينا نبدا بالمباراه الاخيره، مباراه الجزائر، لو جاهزه مباراه الجزائر، لان لسه خلصانه من شويه. مباراه الجزائر ان دلت فانها تدل على ان هناك مدير فني، هناك لاعبين يتحملوا المسؤوليه، عندهم شخصيه قويه جدا جدا جوه الملعب، ما بيعتذروش من خلال اعلانات. طبعا في البدايه مبروك لمنتخب الجزائر وشعب الجزائر. انا شايف ان شخصيه البطل موجوده في منتخب الجزائر صراحه، بيفكروني من اول البطوله بمنتخب مصر 2008 مع كابتن حسن شحاته. برافو عليك. نفس الاداء، نفس الروح، نفس العزيمه، منتخب محترم قوي، بيقدم احلى وامتع كوره من اول البطوله. كمان خضعوا لاختبارات قويه، يمكن هم عدوا السنغال في دور المجموعات، عدوا كوت ديفوار، عدوا نيجيريا، عدوا منتخبات تقيله. يعني بصراحه انا ما شفتش منتخب بيأدي بالجمال ده والمتعه دي. اولا انضباط زي ما حضرتك قلت، جمال بالماضي المدرب الجزائر افضل مدرب في البطوله حتى الان، حتى لو خسروا النهائي، لكن هو بصراحه افضل مدرب في البطوله. واضح جدا الانضباط التكتيكي اللي موجود على منتخب الجزائر، واضح ان في سرعه تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، واضح ان هم كمان بالارقام هم اقوى خط هجوم في البطوله، مسجلين لغايه دلوقتي 12 هدف، يمكن هم كمان على المستوى الدفاعي تاني اقوى خط دفاع بعد السنغال، دخل فيهم هدفين. اكتر منتخب صنع فرص في البطوله، اكتر منتخب صنع تاني فرص خطيره. معلش بعد اذنك يا دكتور تقول لنا الارقام دي تاني عشان الناس يعني هم ليهم اربع ارقام مميزه جدا. اول حاجه هم اقوى خط هجوم في البطوله، مسجل منتخب الجزائر 12 هدف. تاني اقوى خط دفاع في البطوله، دخل شباكهم هدفين بس. تالت رقم ان هم اكتر منتخب صنع فرص خطيره، 19 فرصه، دليل ان الفريق ده عنده شراسه هجوميه كبيره. واكتر منتخب كمان ضيع فرص، يعني اكتر منتخب صنع فرص واكتر منتخب ضيع فرص. صنعوا 19 فرصه واهدروا 13 فرصه خطيره. منتخب بيتميز بالضغط العالي، يمكن لو شفنا التشكيل اللاعب يغيب زي يعني يوسف عطال لما غاب نزل مكانه مهدي زفان، ما حسناش بفرق، يعني تحس ان الفريق عندهم فرقتين. النهارده الجمال بالماضي حتى لما هم اتعادلوا في الدقيقه 1-1 تحس ان هم قاعدين عندهم الثقه ان انت ممكن تجيب جون في اي وقت. دي شخصيه البطل موجوده في منتخب الجزائر، لدرجه ان هو وصل للدقيقه 90 وما كانش عمل ولا تبديل ولا تغيير، دليل ان هو واثق في اللعيبه اللي موجودين. لا إن هم وواثق في ان هو لما هينزل حد هيصنع الفارق. هم عندهم كمان افضل بديل في البطوله، عندهم بصراحه افضل حارس، عندهم اسلام سليماني وياسين الابراهيم، وعندهم 3 4 5 لعيبه صغير، ادم والناس الجناح بتاعه، الثلاث لعيبه دول افضل بديل في البطوله، يغيروا كل شيء. ده محمد ناجي جده الجديد. يعني محمد ناجي جده 2008، لا ادم والناس مع منتخب الجزائر. لكن لو شفنا التشكيله، رئيس مبولحي في حراسه المرمى، الاثنين المساكين عيسى مندي وجمال بالعمري. جمال بالعمري ده افضل مدافع في البطوله، اكتر مدافع عمل تاكلنج صحيح اللي هو ناحيه الشمال، اللي هو افضل مدافع في الدوري السعودي، واحد من افضل المدافعين في البطوله. رامي بن 70 الباك ليفت، مهدي زفان اللي هو في الباك يمين اللي بيلعب مكان يوسف عطال، الثلاثه الارتكاز عدلان قديوره، وده النهارده كاسحه الغام في وسط الملعب. فاز بكام؟ فاز ب 12 التحام من 14. ومع مين؟ مع منتخب نيجيريا اللي هم عندهم اقوى خط وسط في افريقيا، ايتوبو والفريد نديدي، يعني واحد ستوك سيتي وواحد ليستر سيتي، وقدامهم ايوبي كمان. الاثنين اللي في اللي قدام اسماعيل بن ناصر اللي خلاص راح اللي رايح الميلان، ده واحد من افضل اللعيبه، قوي قوي قوي، وليه كوره في البطوله دي بصراحه. هو اكتشاف البطوله بالزبط. يعني اكتشاف البطوله اسماعيل بن ناصر، ويستحق فعلا يروح الميلان. اللي جنبه بقى في جولي، في جولي ده كان ليه دور مهم جدا 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 النهارده، غير المستوى الهجومي المستوى الدفاعي، ان هو يعني غير عدلان كاديورا، ان هو الثلاثه الارتكاز دول بالظبط بيلعبوا مان تو مان، ده الانضباط التكتيكي بتاعهم. هو النهارده كان عامل كده نفس الشكل ده، التلاته حتى معانا صوره لو عرضناها هنلاقي ان ده المان تو مان اللي هو الايتوبو والفريد نديدي، هتلاقي الاثنين دول واقفين عليهم اللي هو في جولي واسماعيل بن ناصر، ومن ورا عدلان كاديورا. عدلان كاديورا ده من وجهه نظري النهارده، ادي الصوره اهي، بص يا كابتن اسلام، بص الانضباط، كل لاعب معاه المان بتاعه. اخر لاعب على الصوره ناحيه الشمال ده اخر لاعب على الصوره خالص اللي هو عدلان كاديورا، مع مين؟ مع ايوبي. ايوبي صنع العاب نيجيريا ونجم الارسنال، مان تو مان النهارده. من وجهه نظري ان عدلان كاديورا ده افضل لاعب في المباراه، ان انت ممكن اللعيب اللي هو قاطع الكرات اللي في وسط الملعب ده ما تحسش بدوره، تحس مثلا بدور رياض محرز اللي هو جايب جون ومتسبب في هدف،
تحس بدور يوسف البلايلي، ولكن عدلان كاديورا قدم مباراة كبيرة جدا جدا جدا، فاز ب 12 التحام من 14 التحام. أبطل مفعول خطورة أيوبي اللي هو صانع ألعاب منتخب نيجيريا، المان تو مان اللي كانت معمولة في الثلاثة على الثلاثة دول بصراحة أقوى خط وسط في البطولة، خط وسط منتخب الجزائر. عارف ليه يا دكتور؟ معلش أنا طبعا محروق شوية أو شويتين ثلاثة أربعة، لأنه عنده مدير فني اتفرج على منتخب نيجيريا فشاف ان ده اقوى خط وسط، وبالتالي طبعا محتاج ان ده بغداد ينزل شويه او في جول ينزل يخش تحت شويه يقفل على ايوبي وعلى بقيه اللاعبين اللي انت بتتكلم عنهم، وبالتالي في مدير فني بيفكر بيذاكر، في مدير فني يستحق ان هو ياخد 60,000 يورو، 60,000 يورو اللي بياخدهم كلهم ويستحقهم الحقيقه، وبالتالي ده مدير فني يستحق ان يبقى افضل مدير فني في هذه البطوله وافضل مدير فني في افريقيا حتى هذه اللحظه، على الرغم ان هو من المنتخب او يعني من الجزائر، يعني مش اجنبي ولا حاجه. تاكيدا كمان لكلام حضرتك، لما لعبوا السنغال في دور المجموعات بغداد بنجاح كان بيلعب مان تو مان على كولوبالي اللي هو اكتر لاعب اكتر مدافع في البطوله بيحضر هجمه، فده برضه تاكيد ان هو بيذاكر الخصم بصوره كويسه جدا. يمكن رياض محرز النهارده يستحق برضه واحد من افضل اللعيبه، مسجل هدف حاسم، شخصيه اللعيب الكبير اللي بتبان في الدقيقه بلس زائد 95 ان هو دور القياده بتاعته ان انت تسجل ضربه ثابته في الدقيقه دي شخصيه لاعب كبير، غير ان هو متسبب في الهدف الاول بعد مراوغه جميله جدا. يوسف البلايلي دوره النهارده بشوف ان يوسف البلايلي واحد من افضل اللاعبين في منتخب الجزائر على مدار البطوله. يوسف البلايلي ممكن ما تحسش بيه ولكن هو اكتر لاعب صانع فرص في منتخب الجزائر، صنع اربع فرص النهارده، اكتر لاعب في دوره النص النهائي كله يوسف البلايلي، اربع فرص في مباراه واحده، رقم كبير جدا بالنسبه ليوسف البلايلي. يوسف البلايلي مثال انت ازاي تبقى عندك عزيمه واصرار، لان هو كان تعرض لموقف في الايقاف بسبب المنشطات، وتعرض ان هو تم ايقاف 4 سنين وبعد كده تم تخفيضها لسنتين، بعد كده راح الدرجه الثانيه في فرنسا ومنها للترجي التونسي، وحاليا من افضل الاجنحه المؤثره جدا مع الترجي التونسي كلنا بنشوفه يعني. قدام بغداد بنجاح هو رغم ان هو بيضيع في البطوله اخر ماتشين بصراحه ضيع فرص كتير، ولكن ليه دور تكتيكي مهم جدا في الضغط على المدافعين. يعني اقول لحضرتك مثال النهارده، المدافع بتاع اللي هو امورو ده اللي هو بيلعب في تشيلسي مدافع نيجيريا، الصوره نزلها على طول يا سمير لو سمحت، مدافع امورو اللي هو مدافع نيجيريا ده عنده رقم مميز ان هو المدافع الوحيد في البطوله ان ما فيش ولا حد عدى منه، يعني ما فيش ولا واحد روغه. النهارده بغداد بنجاح روغه ده كسر له الرقم ده دليل ان مهاجم قوي جدا مهاجم بغداد بنجاح. على فكره في شويه ارقام كده مميزه لبعض المدافعين، يعني كولوبالي مدافع السنغال اكتر مدافع في البطوله حتى الان عامل تمرير طولي اللي هو مدافع السنغال، اكتر مدافع فاز بالالتحامات كولوبالي برضه مدافع السنغال. بالنسبه لجمال بالعمري اكتر اللي هو مدافع منتخب الجزائر اكتر مدافع عامل تاكلينج صحيح، هيلعب الماتش اللي جاي ودي على فكره هتدي افضليه كبيره جدا جدا لمنتخب الجزائر ان انت افضل مدافع في القاره الافريقيه هو كولوبالي مدافع السنغال مظبوط اللي هو مدافع نابولي واللي مطلوب من ريال مدريد، مش هيغيب عنهم وهيدخل مكانه سليف سانيه اللي هو مدافع شالكا، فده برضه مش هيبقى زيه خالص، هتدي افضليه كبيره باذن الله لمنتخب الجزائر. يعني زي ما قلنا منتخب الجزائر بشوف ان هم بيطبقوا الضغط العالي بصوره ممتازه جدا على المدافعين باسلوب اللعب، عندهم ميزه ان انت سرعه استخلاص الكوره، عندهم انضباط تكتيكي واضح جدا في وسط الملعب، الضغط النهارده ابطاله مفعول ايوبي ما شفناش ايوبي بسبب الضغط الدائم سواء من الاطراف او من وسط الملعب زي ما احنا شايفين كده، عاملين ضغط عالي مميز جدا، سرعه استخلاص الكوره عندهم كمان سرعه ما تحسش ان نيجيريا مستحوذه، لا يستخلصوا الكره بسرعه جدا، سرعه تحول من الدفاع للهجوم، شراسه هجوميه واكدناها بالارقام ان هم اقوى خط هجوم واكتر منتخب صانع فرص واكتر منتخب اهدر فرص، منتخب يستحق التحيه والاحترام، وفي نفس الوقت برضه لما بيغيب لعيب من عندهم ما تحسش ان اللعيب البديل بتاعه اقل منه، زي ما قلنا يوسف عطال الباك اليمين غاب، النهارده مهدي سيفان قدم مباراه كبيره جدا. المساك عندهم افضل مدافع في البطوله مع كولوبالي، المنافسه هتكون ما بينه وما بين كولوبالي، جمال بالعمري وكولوبالي طبعا هيبقى موقوف على المباراه النهائيه. عندهم افضل لاعب ارتكاز في البطوله حتى الان عدلان كاديور، عندهم اسماعيل بن ناصر مفاجاه البطوله، عندهم فجولي، عندهم جناحين مميزين قوي، رياض محرز واحد من افضل اللعيبه اللي عندها شخصيه، ويوسف البلاي اللي بيصنع فرص كتير جدا، بغداد بنجاح واحد من افضل المهاجمين، وكمان الدكه زي ما حضرتك قلت الدكه عندهم قويه جدا، اسلام سليماني، ادم قناس، لعيبه مميزه كتير جدا. يعني لو شفنا بقى الاحصائيات بتاعت المباراه بصفه عامه هنستعرضها، هنلاقي يمكن هم ادي قدامنا الاحصائيات اهي، الاستحواذ بتاع منتخب الجزائر كام، انا مش شايف، 51% منتخب نيجيريا،
والجزائر 49%. المحاولات على المرمى المنتخب نيجيريا 11 محاولة منهم 4 اون تارجت بس. منتخب الجزائر 9 محاولات منهم 7 اون تارجت. فده رقم كويس بياكد لك ان هم المحاولات الصحيحه عندهم كتير. الضربات الركنيه ما كانتش كتير، 2 بس لنيجيريا و1 للجزائر. الفاولات بتاعت منتخب الجزائر ارتكبوا فاولات كتير 20 فاول، ده دليل ان هم بيستخدموا اسلوب الضغط العالي، بيحاولوا ان هم يفتكوا الكره بسرعه، فعشان كده معدل الفاولات عندهم اكتر. نكمل نبص الصوره اللي بعدها هنلاقي برضو بقيه الارقام. هنلاقي ان هم صنعوا منتخب الجزائر اللي على الشمال ضيعوا فرصتين، بيج تشانس دي اللي هي ضيعوا فرصتين محققين، بغداد بنجاح هو اللي مضيعهم. منتخب نيجيريا ما ضيعش ولا فرصه محققه، اذا فوز عادل. لما المنتخب الجزائري يروح كده ويعني بالفوز ده، لا فوز عادل بالارقام. هنلاقي ان برضو معدل التمريرات بتاعت نيجيريا اكتر، عاملين 394 تمريره. هنلاقي ان العرضيات بتاعت منتخب الجزائر اكتر، هنلاقي ان التمرير الطولي عند الجزائر اكتر، عاملين 80 تمريره طوليه، عاملين 13 عرضيه، حتى المراوغات الناجحه عاملين 8 من 12 مراوغه. اذا الارقام كلها لصالح منتخب الجزائر، سواء ارقام سواء نتيجه سواء مدرب سواء انضباط تكتيكي سواء سرعه التحول من الدفاع للهجوم سواء على المستوى الهجوم، هم اقوى خط هجوم. منتخب الجزائر للامانه يستحق التحيه ويستحق اللقب. تمام. ايضا خلينا النهارده نتكلم عن مباراه ثانيه، مباراه المنتخب